بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، الحديث السادس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال رحمه الله: الوقص كسر العنق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسجيد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال أوقصته، إلى آخره. هذا هو الحديث السادس من الحديث التي عقدها أو أوردها المصنف رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وسبق معنا الكلام على الجنائز في معناها، وأيضا آداب الميت من حيث طريقته أيضا شيء منك. وقبل ذلك أيضا تكلم عن المريض والمرض وزيارته، وأيضا ما يستحب من تذكيره بالوصية وتذكيره إذا كان عليه ديون أو نحو ذلك، وأيضا تلقين لا إله إلا الله إذا احتضر، على آداب ذكرناها فيما مضى. وأيضا مر معنا طريقة التغسيل، وكذلك أيضا التكفين بالرجال بأثواب والنساء بالقمص أيضا، وأن هذا الرجال بثلاثة أثواب والنساء بخمس، إلى آخر على ما مر معنا فيما مضى. وقد يأتي إشارات في أثناء الأحاديث المتبقية. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. هذا أيضا فيه شيء من أحكام الجنائز. أولا، هذا الرجل كان حاجا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك طبعا حجة الوداع في السنة العاشرة، فوقصته راحلته. الوقص هو كسر العنق كما قال الشيخ، قال المصنف: الوقص كسر العنق، بمعنى سقط من راحلته فدقت عنقه فمات، فوقع فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا أحكام المحرم إذا مات، المحرم إذا مات كيف تكون أحكامه من حيث تغسيله، ومن حيث أيضا ما يوضع في الماء الغسيل من أنواع الحنوط، على ما سوف تفصيله. فقال: بينما رجل واقف بعرفة
إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال أوقصته. إذن وقص وأوقص بمعنى واحد، وقص ثلاثي وأوقص رباعي، مثل عطى وأعطى، مثل عطى وأعطى. وتعلمون في العربية أحيانا تأتي الهمزة للتعدية، تأتي للتعدية، قام وأقام وهكذا. فهنا وحيان تأتي زائدة وحيان تأتي لا تفيد التعدية. هنا وقص وقص بمعنى واحد، بمعنى أنها لا تفيد زيادة تعدية في إلى 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 مفعول. وقص وأوقص هنا بمعنى الألف، يعني مجرد كما يقال هي في تصريف اللغة العربية. فالوقص أو الوقص، وإن كان الوقص معناه النقص، على الأصل في الوقص هو النقص، ولهذا في الزكاة، وسوف يأتي معنا قريبا إن شاء الله، أن الوقص إذا نقص العدد عن نصاب فيسمى وقص، أو ما بين النصابين يسمى وقص، وهو بمعنى النقص. المقصود أنه الوقص هنا بمعنى كما قال الشيخ كسر العنق، يعني سقط من راحلته فاندقت عنقه فكسرت يعني فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. مر معنا في الحديث الماضي أنه يغسل بسدر، وأن السدر طبعا معروف الشجر السدر نبق، سمى النبق أحيانا، ويأخذ ورقه وينشف ويدق، نعم، ويوضع مع الماء لأنه يفيد في تصليبه وفي أيضا رائحته وفي حفظه، يفيد السدر، ولا يزال الناس يستعملونه في تغسيل الموتى. وأيضا يدل على أن السدر ليس عطرا، لأن المحرم يجنب العطورات، لأن المحرم سواء حيا أو ميتا فإنه يبتعد عن الطيب، يبتعد عن أنواع، لأن من محظورات الإحرام الطيب، فالمحرم بعد إحرامه لا يتطيب، أما قبل إحرامه فلا مانع بل سنة. قبل الإحرام إذا ذهب المريد الإحرام دخل مثلا مغتسل واغتسل فإنه يتطيب، بمعنى يتعطر لا مانع، سواء كان بعطر بخور أو بخور أو بعطر أو بدهن دهن العود إلى غيره من أنواع العطورات التي يعرفها الناس. لكن المحرم يعطر بدنه ولا يعطر إحرامه، لا يعطر إحرامه، بل إذا أصاب إحرامه طيب فإنه يغسله. أما بدنه فيطيبه قبل النية، قبل الإحرام يتطيب، قبل الإحرام يتطيب في بدنه. فالميت هذا المحرم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجنب أيضا الطيب، فقال لكن قال اغسلوه بماء وسدر، بمعنى أنه السدر كما قلنا ليس فيه رائحة، وحتى بعض الروائح الطيبة لا مانع ما دامت ليست عطرا. أحيانا بعض الأشياء يكون في عطر مثل الفاكهة، الفواكه رائحة طيبة، ولا مانع من يأكلها المحرم، لأن رائحتها ليست طيبا ولا تسمى عطرا، بخلاف الصابون. أحيانا الصابون إذا كان معطرا فلا تستخدمه، أو حتى المناديل، المناديل المعطرة هذه لا تستخدم أثناء الإحرام، لا تستعمل أثناء الإحرام. المقصود أن الماء والسدر هذه لا مانع منه، لأن ليس فيها من الطيب الممنوع أو المحظور. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. هذا يدل على أنه، وحنا قلنا لكم في الجلسة الماضية أن القدر المجزئ من التكفين قطعة واحدة تغطي الميت سواء كان ذكر أو أنثى، كافي يغطيه جميعا. لكن المستحب ثلاثة ثواب، وهنا ثوبين،
أو ثلاثة، والمرأة المستحب خمس قطع، قميص وإزار ثم ثلاث لفائف فوقها، من باب الاستكمال والاستحباب ومزيد من الستر. هنا قال وكفنوه في ثوبين، المقصود بالثوب طبعا القماش، ليس الثوب المخيط، لا، المعلوم أن 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 المحرم يجتنب المخيط، المحرم يجتنب المخيط. والمقصود بالمخيط هو ما كان مفصلا على قدر العضو، ليس كل مخيط ممنوعا. مثلا إذا كان عندك نعلان والنعل فيها خرازة خياطة لا يضر، أو عندك نفس الإحرام الرداء سواء الرداء أو الإزار فيه خياطة ما يضر، لكن لا تخيطه بمعنى تجعله كالإزار أو تخيطه ليكون على قدر الأعضاء وعلى قدر كالسراويل أو كالقميص، لا. أما مجرد وجود خياطة مثل أحيانا الحزام فيه خياطة، هذا لا يضر. فالخياطة التي ليس، لأن المقصود بالمخيط ما كان مقصودا به التفصيل على قدر العضو، يدا أو قدما أو ساقا أو نحو ذلك، أو بدنا ظهرا أو إيه، هذا هو المخيط الممنوع. أما مجرد وجود خياطة في القماش لا يضر. فالمقصود أنه قال عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبين، المقصود الثوب هي قطعة القماش، الثوب هو قطعة القماش، بمعنى أنه يكفن في قطعتين. ولا تحنطوه. الحنوط هو الطيب الذي يوضع للميت، تعرفون الميت حينما يغسل يجتهد في تطيب رائحته ويوضع في مائه روائح عطرة أو عطور طيبة، سواء من الدهون أو من الدهان أو من المساحيق أو من تلك يعني الأشياء الطيبة ذات الريحة الطيبة، ويعطر لا مانع، لكن ما دام أنها محرم لا. فهذا الميت هذا كان محرما، يعني وقصته في عرفة، وعرفة معلوم أنه لم يتحلل بعد، عرفة كما تعلمون الحجاج لم يتحللوا، لا زالوا محرمين، فهو مات محرما. فقال لا تحنطوه، يعني جنبوه الطيب، لأن الحنوط هو الذي يسمى حنوط حينما يخص الميت، وإلا المقصود لا تمسوه طيبا، أي طيب ينبغي أن يجنبه المحرم سواء كان ميتا أو حيا. ولا تخمروا رأسه، تخمروا يعني تغطوا لأنه محرم، والرجل أو الذكر لا يغطي رأسه، بين المرأة تغطي رأسها، المرأة تغطي رأسها سواء كانت محرمة أو غير محرمة، حية أو ميتة. لكن الرجل ما دام محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه، لأن أيضا هذا من محظورات الإحرام، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، بمعنى أنه مات محرما فبقي على إحرامه، ويبعث على إحرامه، يبعث وهو ينطق بالتلبية. من لطائف ما ذكره أهل العلم في هذا في هذا في هذا الموضوع عدة يعني لطائف وفوائد، منها أن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يدل على فضل من مات محرما، على فضل من مات وهو محرم، ويدل على أن عمله لم ينقطع، أن عمله الصالح لم ينقطع، لأنه يبعث ملبيا بأنه لا زال على حالة الإحرام، ويرجى بمعنى أنه إلى أن يبعث والحسنات تكتب له، والحسنات
تكتب له، بمعنى أنه لا زال في عبادة، لا زال في أثر أو آثار العبادة، ولذا قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأيضا مما استنبطه أهل العلم من هذا الحديث هو أن من شرع في عمل صالح كطلب علم أو جهاد أو ذهب ليوزع صدقات على الفقراء أو ذهب ليحفظ أبناء المسلمين كتاب الله عز وجل أو نحو ذلك، أنه إذا مات وهو في الطريق أنه يستمر عمله، يستمر له عمله في طلبه العلم أنه يجر، وفي سعيه في الجهاد، وفي سعيه في على الأرملة والمسكين أو على تحفيظ أبناء المسلمين أو على مساعدة الفقراء وعلى دعوة الله عز وجل، ذهب داعية إلى آخره. فاستنبط العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أن من كان على عمل صالح ومات وهو فيه أنه يستمر عمله وأجره ويستمر أجره له إلى يوم القيامة. ولا شك أن هذا يعني عمل عظيم يدل على ما ينبغي أن يجتهد فيه المسلم، أن يكون دائما في عمل صالح حتى إذا ما وافته المنية فإذا هو يعمل أو قائم على ثغر من ثغور المسلمين وعلى مصلحة من مصالح المسلمين ويمتد له أجره. فهذا لا شك له من أعظم المحفزات. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية، وهذه طبعا يعني لأهل العلم خاصة، طلبة العلم خاصة، ولا أشرنا لها في دروس ماضية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. بعض العلماء قال إن هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي، وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه بتعليم الله له لأنه نبي، فأوحي إليه أو بطريقة عرف أنه هذا يبعث ملبي. ولها بعض العلماء يرى أنه أن من مات محرما أنه لا، أنه انقطع عمله ويعامل كمعاملة الحلال، كمعاملة من لم يكن حلالا، من لم يكن محرما، لأن التعليل قالوا التعليل الغيبي، نحن من مات من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم هو يبعث ملبيا ولا يبعث هذا، لكن صحيح لا أن الرسول أخبرنا، لأن إن شاء الله غيره مثله في معنى، فما ذكره عليه الصلاة والسلام أنه دليل على أن غيره مثله، هذا هو الظاهر. ولهذا الذين قالوا بهذا القول قالوا ما دام أنه علله بتعليل غيبي فإنه لا يقاس عليه. ما معنى ذلك؟ وهذا لا شك أنه مهم في مواقع أخرى، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بقبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول، ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضع عليهما جريدتين غدا يخفف عنهما ما لم ييبسا. نحن لا نفعل هذا في القبور، لا ندري يعذب ولا يعذب، نحن لا ندري. ولهذا من الخطأ بعض المسلمين يضعون
أشياء خضراء على 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 القبور، يعني كأنهم يتشائمون، كان يزعمون أنه يعذب. الرسول هذا خاص بهما وقال إنهما يعذبان، بمعنى هذا غيب، يعني أن يعرفه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليه ونحن لا نعلم. فلا نمر على قبور المسلمين نقول يعذبون ونضع عليهم نبات أخضر أو نضع عليهم جريد النخل، هذا ما لا يستقيم أبدا. هذا معنى قولهم إنه تعليل غيبي، تعليل غيبي بمعنى لا يعرف لا يعلمه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من فوائد الحديث. وفي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه، الرواية الأولى لا تخمر رأسه، هذه لا، قال لا تخمر رأسه ولا وجهه. شرط المصنف رحمه الله أنه يورد الحديث إذا كان في الصحيحين، يورد الحديث إذا كان في الصحيحين. هذه الرواية ليست في الصحيحين، هذه عند مسلم فقط، ليست هذه عند مسلم، ومع هذا ضعفوها. فالبيهقي رحمه الله قال هذا وهم من بعض الرواة، والمتن الصحيح كما البيهقي ولا لا تغطوا رأسه، كذا أخرجه البخاري. وأيضا وقال إن الوجه الذي رأوه أنه غريب، ولهذا بعض العلماء يرى أن الميت يغطى وجهه. لماذا؟ لأن المحرم أيضا يغطي وجهه، المحرم حتى يغطي وجهه، إنما لا يغطي رأسه بس، المحرم الحي الممنوع من الذكر أن يغطي رأسه. المرأة هي التي لا تغطي وجهها في الإحرام، المرأة لا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب، عند الرجال الأجانب كما كانت عشرة روانا قال كنا يعني في الركب فكنا محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قابلنا الركب خمرنا، سدت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، فالمرأة حينما لا يكون عندها أجانب، ما ليس عندها إلا محارمها أو عندها نساء مثلها، فإنها تكشف وجهها. أما إذا جاء أجانب أو كانت في قصد الجانب فلم تغطي وجهها وتغطيه ولا فدية، ليس عليها فدية لأنها مدلول لها، لأنها تغطي عن الجانب. فعائشة رضي الله عنها تقول كنا محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قابل الركب فإذا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها أو خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فتخمير الوجه هو أو المنع من تخمير الوجه هو في النساء، أما الرجل يخمر وجهه في حال الإحرام، في حال إنما لا يغطي رأسه، الرجل لا يغطي رأسه. فإذا هذه الرواية كما وإن كانت المسلم بعض العلماء يرى أنها يعني لا يبنى عليها أحكام. الحديث السابع عن أم عتية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا حديث أم عطية رضي الله عنها الأنصارية في اتباع الجنائز. قالت نهينا النساء يعني نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. معلوم أن اتباع الجنازة في الرجال هذا له فضل عظيم، من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم أو مثل جبل أحد، ولا شك جبل أحد كبير الذي
يذهب المدينة ويرجع بالأحد كبير جدا، فأعطنان كما يقال، كل هذا فضل عظيم. ولهذا يقول عمر كم يعني ذهب علينا من من من, من القراريط، لأنه ما كان سمع هذا الحديث. فاتباع جنازة الصلاة عليها قراط، واتباعها لا قراط. فلا شك طبعا أن اتباع الجنازة هو من حق المسلم، من حق المسلم على المسلم أن تتبع جنازته، تصلي عليه وتتبع جنازته. ولا شك أن هذا طبعا معلوم أنه فيه مواساة لأهل الميت ومشاركة في المشاعر. وتعلمون يا أخواني أنك حينما تصحب الجنازة يفرح أهل الميت ولا ينسونه أبدا. يعني لاحظوا يا أخواني، يعني الآداب الاجتماعية من المهم مراعاتها، والناس غالبا لا ينسون. إذا حضرت مناسبة زواجه لا ينسى، وإذا زرته في المريض في المستشفى أو في البيت ما ينسى، وإذا أيضا حضرت عزاءه لا ينسى. ويبقى الود ويبقى المحبة ويبقى يعني فعلا الرضا. ولهذا ديننا ندبنا على هذه الأخلاق الطيبة وعلى هذه الأداب الكريمة، وأن نراعي مشاعر إخواننا في أفراحهم وفي أثراحهم. ولهذا حتى دعوة الزواج مطلوب من أن ندعو، من دعي فليجب، حتى بعضهم قال أنها واجبة، وليأكل فليأكل وإلا فليصلي، يعني فليدعو. فالمشاعر حافظوا عليها، حافظوا عليها جزاكم الله خيرا، من إجابة الدعوة ومن تشييع الجنازة ومن اتباع المقبرة ومن زيارة المريض في بيته أو في المستشفى. فهذا كله مما حث عليه دونه، وأي ذكر أنه من حق المسلم على المسلم. هنا النساء لا، النساء لا يتبعون الجنائز، النساء لا يتبعون الجنائز. أولا أستر لهم كما معلوم ويصير في اختلاط، وأيضا المرأة قد تكون أكثر جزعا، المرأة قد يكون صبوها أقل، ولهذا قد يبدو منها الجزع والتسخط، وهذا معلوم أنه يعني منهي في ديننا، منهي جدا. وأحيانا قد يصل الكبائر إذا كان في لطم وفي نياحة في نعي، ومر معنا في النعي حينما قفنا عن النجاشي، وذكر النعي هو الإخبار عن الميت. فأحيانا النعي والند لا يجوز، يصل إلى كبائر الذنوب، خاصة إذا كان لطم خدود وشق جيوب ودعاء بالجاهلية وأظهران مالي غيرك أن انقطع ظهري يا ملل، هذا لا يجوز. فالمرأة أحيانا ما تصبر، ولهذا نهيت عن اتباع الجنائز. قال نهينا عن اتباع الجنائز، قال ولم يعزم علينا، بمعنى هي فهمت أنه لم يكن محرما وإنما مكروه، وإنما مكروه. والمحققون من العلم ذكروا شيئا جميلا، أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز جميعا، رجال ونساء، نهى عن زيارة القبور، نهى عن زيارة القبور تماما. ثم رخص، قال كنت نهيتكم عن زيارة ألا فزوروها فإن تذكر أخا. قال العلماء المحققون جاء شيء آخر مرة أخرى استثنى النساء، أولا منع الجميع، ثم سمح للجميع، ثم استثنى النساء فقال لعن الله زوارات القبور ولعن الله زائرات القبور. ولعله يأتي معنا إن شاء الله الحديث. واللعن معلوم أنه يدل على الأمر كبيرة، يعني العلماء يذكرون من ضوابط الكبائر أنهما ذكر بلعن يدل على أنه من كبائر الذنوب. فقولها نهينا عن اتباع الجنائز، إما أن تكون هذا الشهاد منها رضي الله عنها، وإما أن تكون هذا قبل أن يعني يشدد النبي صلى الله عليه وسلم في نهي النساء عن أو حينما لعن زائرات أو زوارات القبور. نعم. الحديث الثامن
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم. هذا أيضا حديث أبي هريرة في أيضا من آداب الجنازة ومن آداب الميت أن يسرع بتجهيزه وبإيصاله إلى قبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة، بمعنى إذا حملتموها بعد الصلاة وعلى عناقكم وذهبتم إلى المقبرة ينبغي أن تسرعوا. وذكر التعليل، تعليل لطيف: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، إلى قبر روضة من رياض الجنة، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم، يعني جنازة سوء. إذن من الآداب الإسراع، لكن يكون إسراع ليس شديدا، لا يرهق الحاملين ولا أيضا يؤثر الميت، قد يسقط وقد يعني يتأثر، إنما إسراع يعني بمعنى ليس مشي معتادا، إنما أسرع من المشي المعتاد، لكن لا يكون خببا شديدا يرهق الناس ويتعبهم، وإنما هذا هو المقصود. وكما قلنا في الجلسة الماضية أن الإسراع بالجنازة خاصة فيما يتعلق به حينما يموت الميت يسن الإسراع في تجهيزه، في تجهيزه واستعداده، إلا إذا كان مات ميتة مفاجئة أو ميتة لا يجزم بموته فينتظر لا يتعجل بالإسراع به، أو إذا كان أقارب سيأتون ولا يتأخرون فلا مانع أن يؤخر قليلا حتى يعني ينتظر به قريب يأتي من قريب. وإلا الأصل هو أن الميت إذا مات يسرع في تجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، يسرع، هذا هو الأصل، إلا كما قلنا إذا كان أمر طارئ وظروف وينبغي أن يقدر ولا 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 أيضا يبالغ فيه، ولا يبالغ فيه، لأن الأصل هو فعلا تجهيزه والانتهاء منه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.